اخت هيلدا هسه يعني اطلب من القس رائف راح يقودش بكلمه صلاه، وانت همين تصلي مع القس رائف. هيلدا هيلدا كلنا يا هيلدا بنمر بظروف زي كده. قبل ما نتقابل مع الرب يسوع مرات كتير تبقى حياتنا طالعه نازله طالعه نازله. مرات كتير بنسمع يقول الكتاب يا هيلدا في اعمال 16 عن امراه كانت بتسمع الكلمه، صح ما كانش فيه وقتها الاراميه وما كانش فيه الكارما، لكن كانت بتقعد مع الاخوات تسمع الكلمه. لكن لما جه الوقت يا هيلدا جه الوقت المعين ان هي تفتح قلبها للرب، فتحت قلبها والرب غير حياتها. عشان كده هيلدا انا نفسي صلي معايا الصلاه الصغيره اللي هصليها معاكي، رددي ورايا وقولي الكلام ده من قلبك، وانت شايفه الرب يسوع فاتح احضانه ليكي وهيقبلك بالايمان النهارده وهيكبر حياتك ويكبر ايمانك. امين يا هيلدا. امين. تصلي معي؟ رددي ورايا اللي هقوله دلوقتي. قولي يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا انسانه خاطيه، انا انسانه خاطئه، واجره الخطيه موت، واجره الخطيه الموت، وانا يا رب ما اقدرش اغير نفسي، وانا يا رب ما اثق اغير نفسي. يا رب انت مت لاجلي على الصليب، يا رب انت مت لاجلي على الصليب، لاجل الصليب، وشلت خطيتي، شلت خطيتي. يا رب اقبلني، يا رب اقبلني، غيرني، غيرني، اسكن فيا يا رب، اسكن فيا يا رب، خليني بنتك يا رب، خليني بنتك يا رب، عايز اعيش ليك من النهارده، عايز اعيش ليك من النهارده يا رب، عايز اعيش ليك من النهارده يا رب. تكون انت كل شيء في حياتي يا رب، تكون انت كل شيء، تكون انت كل شيء في حياتي، في اسم ربنا يسوع، اسم ربنا يسوع. امين.